فلما اجتها المعلومات للدولة السليمانية الإلهية، شافت انه شغلة دولة يقودها الله، هي ما بتتحارب، شافت من عقل الكبير ان تخضع لحكم الله ولحكومة الله، فأقبلت نحو سليمان وأتوني مسلمين. فلما اتجهت إليه قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ما الهدهد قال ولها عرش عظيم؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قاعد هو بالسرايا عنه على بكرة، تخلص الجلسة ساعة اثنتين، قال له أنا بجيب لك العرش تبعها المذهب المجوهر المرصع بالأحجار الكريمة قبل ما يخلص وقت الدوام هاليوم، وإني عليه لقوي، حمله ما بتقل علي، وأمين ما بسرق منه شيء، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني هيك الموظف بده يكون، شو إذا جيب العرش ما يسرق الأحجار الكريمة بالطريق، وما يدعي شيء ما بيحسن يحمله، يقوم يصل له دسك بالطريق يقع والعرش يتحطم. إني عليه لقوي أمين. فمعنى القرآن أنه أيها المؤمن كن ما الأمين فقط ولا القوي الفاجر فقط، القوي الأمين. هذا العفريت في الدولة النبوية، غير العفريت هذا الزقرت. أما العالم الشيخ شو في عنده؟ العلم أقوى والعلم أعظم. قال الذي عنده علم من الكتاب، كتاب في كتاب من الورق، في كتاب من نور، في كتاب من الوحي، في كتاب من علم الروح، الله ما عين. وبالطبع هذا العلم هذا ما بيتاخذ من الورق، يؤخذ من روح إلى روح ومن قلب إلى قلب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا غمضت عينك راح عنك بصرك وطرفك، فتحت رجع لك طرفك وبصرك. قال أنا يعني غمض عينك وفتح يكون العرش تبعها. هذا مثل معجزة سيدنا موسى لما ضرب البحر، مثل معجزات سيدنا عيسى لما أحيا الميت وشفى الأبرصة، مثل معجزات النبي لما نبع الماء بين أصابعه. لكن النبي معجزاته ما عملها تحديا، هذيك عملوها تحديا الأنبياء من قبل